شوف بحاول قدر الامكان المح كما لمحت بدون تصريح. طبعا انتم كثير كانوا يطالبون في موضوع لمه ولمه ولمه، وانا نفس الشيء اطالب معاكم تمام، لانه اعرف قناه ماسا دائما تسمع لجمهورها وتلبي الرغبات. انتم تشوفون انه كان في سمعت انه في برنامج تنافسي كما ذكر ابو جمال في، وجزء من تسريبات مقطع طلع في سناب لوجود اشخاص جدد موجودين. التلميحات اللي ممكن ألمحها أنه البرنامج مو فردي، مو تنافس فردي، في برايم وخروج. نعم في برايم وخروج، كيف الخروج الله أعلم، تنافس احترافي أقدر أقول، في لجنة تحكيم إن شاء الله، في أعصاب، في أعصاب، في شغل بروفيشنال، في شغل بروفيشنال، في جوائز. نعم في جوائز، يعني أتوقع كذا إن شاء الله الفكرة تكون واضحة. طيب شيء ثاني اللي ممكن أحرقه، هاني موجود في الدورة الجاية، هاني موجود في الدورة الجاية، بحاول أتذكر كذا بعض الأشياء. في برنامج طبخ، ريحة السمك ما أقدر أقاومها. في برامج مسجلة، في برامج مسجلة، وفي برامج مباشرة، في برنامج مسجل. أنا ماني دخل، مو مقدم، بس صورت شيء منه الظهر، يلا مرة لطيف البرنامج، وتقديم أستاذ مرة رهيب، وكان خصمي ما عنده، ما عند جدتي، اوه خصم يعني في تنافس، يا ربي كيف انا ماني قادر، ماشي قاعد يفلت لساني. فاللي اقدر الخصه من هذه الاشياء اقول انه الدوره القادمه مليانه مليانه بكل ما تعني الكلمه، معنا مليانه برامج تنافسيه موجود، برامج اجتماعيه ممتعه موجود، برامج مضحكه موجود، برامج قصصيه ومجلات موجود، برامج طبخ موجود، كل التصنيفات اللي تخيلها دراما موجود، فكل شيء بإذن الله موجود بإذن الله تعالى. طيب يا ليت توصل مطالباتنا في خلاص ما أقول ليش قصص ورا تلقائيا، ما قدرت يعني، حسيت إنه في أحد ينظرني ورا الديكور، بالله إذا شفته ظل هنا أعطني خبر. ها طيب خلينا نشوف التوب 3 وناخذ المركز الثالث ونشوف منهم.